التعليمية. بغية تشجيع السياحة التعليمية في أراضيها، أعلنت مصر عدة تسهيلات للدارسين الأجانب، حيث أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر صحفي المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية. هذه المبادرة تشكل امتدادا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت في مارس الماضي. احنا داعمين للطلب الوافدين عشان يعيش الحياة المصرية والثقافة المصرية ويتمتع بالهوية المصرية خلال رحلة التعليم، وأرجو بإطلاق هذه المبادرة إن شاء الله إنها تبقى رسالة لكل ولادنا الوافدين اللي احنا برضو بنرعاهم، بنديهم رعاية صحية كاملة، رعاية اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية زي ما أطلقنا في محاور المبادرة. بندعم فكرة إن يكون هناك سياحة تعليمية، ولذلك تكاتفت جميع جهود الدولة النهاردة على إرساء مبدأ السياحة التعليمية ومبادرة مصر للسياحة التعليمية لجميع شعوب العالم. والدليل على ذلك وجود جميع الوزراء المعنيين بالسياحة في مصر، سواء النقل أو الطيران أو السياحة أو الثقافة. الطالب الوافد حسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيحصل على كافة الحقوق الخاصة بإقامته خلال مدة دراسته في مصر بواسطة التأشيرة التعليمية للطلاب الوافدين التي أطلقتها الوزارة.